مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من باقي الحكاية. موضوعنا النهاردة عن الإساءة الجنسية للأطفال، وكمان النهاردة هنتكلم على تأثير الإساءة دي علينا لما نبقى كبار هتبقى شكلها إيه. خلينا نشوف الأول حتة من الحلقة ونرجع نكمل كلام. احكي لي الموضوع ابتدى إزاي؟ كنت في ابتدائي صغيرة، وكان اخويا الكبير كان يجي بالليل ينام معايا الطريق الغلط، وانا طبعا ما اعرفش ده ايه. كان عنده كام سنه؟ كان كبير، كان عنده تالي فوق العشرينات يعني. وانت كان عندك كام سنه؟ كنت صغيره في ابتدائي. هل كان في حد حاسس باللي بيجرى؟ لا، ما كانش في حد بيحس بيا، ولا حد كان يسالني حتى لو انا متوتره ولا زعلانه ولا في حاجه، ولا حد يفكر يقول لي مالك، ولا ابو وامي يقول لي مالك في ايه، ولا رايحه فين، ولا جايه منين، ولا اجيني طالعه ونازله رايحه المدرسه جايه من المدرسه. وده ازاي اثر عليك؟ كنت احس ان انا لو نمت النوم بخوف، واقوم بقى عايزه اقعد صاحيه مش عايزه انام، ولحد دلوقتي كده وانا بغمض عيني عشان انام يعني بفضل اصرخ ربنا، وافضل اقول في ايات، وافضل عشان انعس بس، ونعست تبص تلاقيني اقوم كده ممزوعه مش عايزه اغمض عيني ولا نام لحد دلوقتي. فطبعا انا طلعت اشتقت بقى للموضوع دوت، ما انا لحد يقول لي ده خطيه ولا مش خطيه، ولا ده ممكن يحصل منه غلط ولا مش غلط. انا عماله بقى كل عايز حاجه بياخدها، وانا مفكره بقى ان هي الحياه كده بقى، ولا حد يقول لي ان ده غلط ولا ده صح، ولا حد بيرشدك، ولا حد بيدور عليكي، لدرجة ان انا اتمارست مع كتير بقى. كنت بتدوري على ايه في العلاقات دي؟ عايزة حنان يعني، ما انا طلعت لقيت ما فيش حنية، لدرجة ان انا دلوقتي بقول يا رب نفسي الاقي حد يحضنني، نفسي الاقي حد يطبطب عليا، نفسي حد يقول لي يعني مش انت السبب في ان انت طلعتي كده يعني. ما الواحد مكتوم وخايف يتكلم مع اي حد، ما مش اي حد اتكلميه في الموضوع دي، فاسكت بقى مع نفسي وخلاص. طبعا الكليب مؤثر جدا يعني، والست وصلت لمرحله ياس شديده. الانتهاك اللي تعرضت له في طفولتها ده شوه صورتها عن نفسها. المشكله دي مش مشكلتها هي بس، هي مشكله ناس كتير. ممكن ناخد اولادنا الصغيرين ونلبسهم لبس او نقيسهم حاجات جديده في المحل من غير ما نهتم ندخل البروفا ونقفل. المشكله مش في الانتهاك الجنسي قد ما هي في مشكله عدم تربية في البيت. هي عندها مشكلة في العلاقات طبعا مع نفسها ومع الآخرين، عندها أزمة كارثة كده معينة مخصوص في حتة الجنس بسبب حاجات حصلت لها وهي صغيرة. هل الكلام ده ينطبق على حد فينا؟ الحكاية دي بيحصل زيها كل يوم. النهاردة عايزين نعرف إزاي نحمي أولادنا، وكمان عايزين نعرف أكتر إزاي نتعامل مع أثرها. تعالوا نشوف الصور الأبسط يعني في حياتنا من الانتهاك اللي ممكن تكون وصلت لنتائج مشابهة. لأنه البيت ما كلمنيش، أنا كنت باخد المصادر من حتة تانية، أنا أخدتها من أصحابي اللي في سني المراهقين اللي هم ما عندهمش معلومات حقيقية، اللي معلوماتهم مزيفة وهكذا. إحنا وإحنا صغيرين شفنا جسمنا إزاي وشفنا حدود جسمنا إزاي. التجاهل ذات نفسه، التعليم إن أنا تجاهل جسمي وإن أنا أبصله إن هو وحش، ده بيخليني بيدفعني انا ان انا اروح للانتهاك الجنسي برجلي. كنا في المدرسه بتلام مثلا ان انا سني مثلا 15 16 سنه ل 19 سنه، وانت ازاي ما مارستش الجنس؟ ما كنتش متعلم ازاي اعبر الحب، اذا كان الجنس شكل من اشكاله فبالتالي ده موضوع اصلا انتهى بقى خلاص. فانا مش عارف لما احب مش عارف اقول ازاي انا بحب، ولو حبيت واحده اروح اقول لمين؟ طبعا احنا شفنا يعني شويه من الحلقه واتكلمنا كتير قوي، وفي برامج اتكلمت كتير قوي عن ازاي نحمي الاولاد وازاي نكلمهم وازاي نحذرهم وازاي نسمع لهم لو جم قالوا على اي حاجه حصلت لهم، وازاي نتعامل مع الامر لو حصل. وطبعا ده كلام مهم يعني، ونحب نسمع لو في حد عنده لسه اسئله في الموضوع ده نحب برضو نسمعه. بس احنا بجد النهارده عايزين نروح بعد أبعد شوية. يعني أولاً الانتهاك الجنسي أو الإساءة الجنسية، خليني أقول مش مجرد إساءة قوية، مش دايماً بتبقى قوية وواضحة زي المثل اللي احنا جبناه في الكليب.
كتير قوي في اساءات جنسيه بتحصل او تشويه لصوره الجنس او ايه هو الجنس بيحصل لنا سواء واحنا صغيرين او حتى بعد ما نكبر شويه او بعد ما نشوف حاجات معينه او نسمع. التاثير ده عامل حاجات جامده جدا غير العقد الواضحه. يمكن بنشوف الجنس بطريقه مختلفه، يمكن مأثر على علاقاتنا بازواجنا وزوجاتنا لو متزوجين، حاجات كتير. النهارده ده عايزين نتكلم فيه، عايزين نعرف ده ممكن يكون مأثر علينا ازاي، وبنشوف الجنس ازاي، ومأثر على علاقاتنا زي ما لسه انا بقول دلوقتي بازواجنا او زوجاتنا ازاي. يعني عايزين نخش جوه شويه زي ما تعودنا في برنامجنا. نرحب بدكتور اشرف. ازيك؟ بعد المقدمة الطويلة دي كنت عايزة يعني أكمل كلامي معاك في الموضوع ده. يعني كنا بنقول إنه زي الإساءة، لو حضرتك حابب تقول ممكن تكون مثلا أمثلة إساءات تانية إيه غير اللي هي الإساءة الجنسية، الحاجات الواضحة اللي هي زي حتى انتهكني جنسيا، وده بيعمل إيه بقى؟ بيعمل إيه من جوه جوايا أنا تجاه الموضوع ده؟ هو في حاجة سلبية في وسط الحاجات الايجابيه الحلوه قوي اللي حاصله في منطقه الوعي بالاساءات الجنسيه. النهارده التلفزيون المصري، حاجات كتير قوي، جهات كتيره دينيه ومدنيه مهتمين قوي بحكايه الاساءه الجنسيه دي، فدي حاجه حلوه يعني في بيتكلموا فيها وعي وكده. في شويه بقى حاجات لازم انا عايز اخلي بالي منها. واحد، ما ينفعش ابص على موضوع الاساءه الجنسيه ده اقول ايه حصل لك اساءه جنسيه ولا لا. يكيني هعمل لك تحليل مثلا حاجه معينه وعايز اعرف هي سالب ولا موجب. لو عملناها كده يبقى احنا برضه مش فاهمين الموضوع. الموضوع مش كارثه معينه حصلت لي وانا عندي 4 سنين ولا 6 سنين او 10 او 12. هو في اشكال كتير جدا للاساءات ودرجات متفاوته، فكلنا حصل لنا مشاكل بدرجات متفاوته في جميع الجوانب، يعني حاجات حلوه وحاجات وحشه في كل جوانب حياتنا، فكلنا حصل لنا شويه اساءات كده في الجنس منهم. فما فيش حد سالب ولا موجب. طب ما هو كلنا هنطلع بصراحه موجب. هو كان كويس لوقت ولسه، يعني طبعا كويس التوعيه بالنسبه للاساءات القويه لانه ما كانش في حد اصلا بيتكلم في الحاجات دي، كانت كلها خزي وعار. ففي دلوقتي بالظبط، في دلوقتي يعني موجه قويه جدا من الوعي الشديد بالاساءات القويه او الحاجات اللي بتحصل للاطفال، او نحمي الاطفال ازاي، او ما نسيبهمش مع ناس غرب او مثلا بالظبط، ونعمل ايه وما نعملش ايه ونقول له ايه ده. كل الحته دي، ودي طبعا حته حلوه قوي ونبدا دايما نتكلم فيها بالظبط. بس زي ما حضرتك بتقولي حته اعمق جدا خبيثه. هي دلوقتي عشان انا اقدر اتعامل مع الموضوع ما ينفعش افكر فيه انه ايه ابني حصل له حاجه ولا لا. ابني حصل له حاجه على فكره، فما اقصدش حصل له حاجه وحشه، انا حصل لي حاجه ولا لا انا ما حصلش حاجه، انا زي الفل. لا هي مش كده. فعشان اقدر اشرح اقول امثله للاساءات، طبعا في الاساءه الجنسيه اللي هو حد اكبر مني في السن سواء انا ولد ولا بنت وهو راجل او ست يستخدمني لتمتعه الجنسي، فعمل اي حاجه بقى، كشف نفسه، كشفني، لمسني، لمس اي حاجه، دي اسمها اساءات جنسيه. لكن لو انا ما حدش قال لي معلومات خالص عن الجنس دي اساءه جنسيه. لو انا ما اعرفش اي حاجه عن الجنس، واحده عندها 21 سنه ما تعرفش حاجه خالص، يوم الجواز هيعتبر بالنسبه لها سكشوال تروما، يعني صدمه 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 في منطقه الجنس، تقعد فتره بعدها مش عايزه الحكايه، مش غاوياها. في شهر العسل اتأذت ليه؟ لان هو جوزها كان عنده توقعات معينه عشان يعني كل حاجه والنجاح، وهو راجل محترم عايز يعني يبقى موفق جنسيا، وهي بقى قلقانه وكده، فضغط عليها شويه. بالنسبه لها انت اذيتني، ما عنديش اي خبرات قبل كده، ما اقصدش ان الحل كان يبقى عندها خبرات، اقصد اقول ما حدش قال لها حاجه. لو حد قال لي معلومات غلط دي اساءه في منطقه الجنس. لو البورنوجرافي اللي هي الحاجات الاباحيه دي اساءه جامده جدا. لو انا قلت ان فرجتنا على حاجات جنسيه سواء نات وديش ومجلات والكلام ده اساءه جنسيه، يبقى كلنا اتاذينا. يعني اغلبيه الناس شافت حاجات او تعرضت لحاجات اتاذينا. اتاذينا ازاي؟ ان الجنس جوايا اتاذى. يعني ايه اتاذى بقى؟ يعني يا كبر قوي، يا اتلغى، يا صغر، ركنته على الجنب، يا ركبته في حاجه. يعني ايه ركبته في حاجه؟ من زي مثلا في الـ في الـ في الـ في الـ البنت قصة اللي هنا هي حكت ايه؟ حكت محدش كان بيعبرني، وكانوا اللي بيبقوا بيهتموا بيها في وقت معين عشان يستخدموها. حتى الناس في العيله مش دي اللي حصل؟ ايوه. يبقى معناها ايه؟ لما ابقى عايز حد يعبرني اروح للجنس، اعمل كده. وده حصل فعلا معايا. وهي قالتها بوضوح خالص من غير ما تدرس حاجه، يعني قالت
انا ببقى عايزه حد يهتم وبتاع. طب لانه ما حدش يهتم بيا الا من خلال دي، الا عشان دي. فانا لما اكون عايزه شويه اهتمام كده اديهم دي. فاللي حصل هنا حاجه مؤلمه قوي، بس هي الحياه كلها كده بقى، ان ركبت حاجه في حاجه ما كانش المفروض يركبوا في بعض. ركب الجنس في احتياجي للحب، كل ما بعايز اتحب ولا اتشاف ولا اي حد يحس بيا وكده اقول له انت عايز جسمي، دي ده شكل الاساءه. او ان الجنس يكبر خالص جوايا، او ان الجنس ينحرف يبقى بدل ما ناحيه الجنس الاخر يبقى نفس الجنس، او ان الجنس يتلغي ما بقاش ليا فيه. فعشان كده بقول لك، لما بقول لك حكايه في بدايه الجواز، او لما بنت مثلا تتعرض يضغط عليها في موضوع جنس في جوازها، بتقعد وقت طويل قوي بعد كده ما بتحبش الحكايه دي. لا ممكن طول العمر كمان. هي مش واخده بالها، دي ده نوع من انواع الاذاء. مش ان جوزها اذاها، يعني هو الراجل الوحش اللي اذى البنت هو جوزها بقى، ما اقصدش كده، بس قصدي اقول هي اتاذت. فلو احنا فكرنا فيها اديناها شكل كده، شخص كبير بين قوسين رجل يعتدي على شخص صغير بين قوسين بنت، يبقى هو ده الاذاء الجنسي. لا مش هو ده، هو كبير جدا واسع جدا وبيأثر بكل الطرق. من الحاجات اللي قلقاني قوي برضو الـ 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 الامهات والابهات اللي هيتعاملوا مع موضوع التوعيه الجنسيه ده والاذاء الجنسي، كل الحاجات اللي هو الهدف من الحلقات دي وغيره، يتعاملوا معاها انه ايه، كانه كده حاجه جديده اتعلمناها، نقول للولاد يعملوا ايه وما يعملوش ايه مع الغرباء بس كده، او نكلمهم عن الجنس ازاي امتى وازاي كام ونقول ولو يعني لو حد قال لك ونعمل ايه. يعني زي كنت بقول، هو فعلا ده مهم وكويس وهو جزء من التوعيه وقلناه احنا نفسنا في الحلقات وهنقوله تاني وحلو، لكن لو مسكنا فيه بس كده مشكله. ليه؟ لان معناها ما فهمتش حاجه. معناها ليه؟ انك بتلاقي الست دي الام دي اللي عايزه تطبق هذه الانظمه، هي اصلا علاقتها بالجنس ضعيفه جدا ومأذيه، بس مش واخده بالها خالص انها مأذيه، هي بس ملهاش فيه. فاهم قصدي؟ يعني واقفه كده جامده قوي منه، وكل عايزه تعمله عايزه تحمي عيالها منه. ويبقى كده الحمد لله استفادت من البرامج والكتب الجديده، هي ما استفادتش، ده العكس، ده البرنامج اكد لها ان الموضوع وحش، ان الموضوع ده موضوع شائك جدا. هي كانت خايفه منه ومقفوله منه مش واخده بالها او ملهاش فيه، دلوقتي بقت خايفه منه قوي على عياله مرعوبه. وهي قالت معلومات فعلا للولاد وحمتهم، بس هي بالفعل عملت اساءه من نوع تاني. ان هي خايفه قوي وبتحذرهم ومرعوبه، واصلا مش بلاش الحاجات دي، فالحاجات دي مش ايجابيه. انا ما اقصدش بقى ان انا اعقدها، يعني مثلا واحد اتفرج او واحد اتفرج يقول يعني عقدتونا، طب نعمل لكم ايه يعني؟ نعمل ايه بقى؟ ما انا اقصدش كده. انا قصدي اقول هو الهدف كله هو ان انا اسيب الحاجه تخش جوايا، مش ان انا اتعامل معاها من بره. هنعرف ازاي؟ بس ناخد الاول اتصال. ناخد سؤال. الو اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا هرد يعني على السؤال الخاص بان انا اتكلم مع اولادي في الجنس او لا. انا طبعا اتربيت ان انا يعني مامتي ما اتكلمتش معايا. حضرتك معايا؟ ايوه انا سامعاك. اتفضلي. انا انا طلعت برضو ان انا ما اتكلمش مع اولادي، يعني ان ده غلط، يعني زي ما انا اتربيت انا بربي ان ده غلط. ايوه برضو في حاجه تانية، ان انا بحس بخجل لو انا هتكلم معاها او مع ابني مثلا في حاجه زي كده، يعني بيبقى فيها خجل. ايوه ان انا ليه، وبعدين وخصوصا بقى لما انت اقول ايه، لا طب انا ليه افتح عينها على كده؟ ايوه يعني ليه افتح عينها اقول لها ان احنا بنتكلم في انت وكده؟ فده طيب. رايي انا. الولاد عندهم كام سنه بس عشان اعرف؟ الولاد عندهم كام سنه الدكتور بيسال؟ البنت عندها 16 سنه والولد 14. يعني حضرتك ردك على السؤال اللي احنا حطيناه على الشاشه، انه انا يعني موافقه على ان حضرتك ما تتكلميش معاهم لان هو ده اللي اتربيتي عليه، ولا انت بتقولي انه انا مش قادره اتكلم معاهم؟ يعني ما فهمتش. لا انا بقول لك الاساس ان انا بقول ان انا اتربيت على ان انا ما اتكلمش بحاجه. طب انت شايفه ده ايه؟ فبالتالي في خجل انا من جوه. يعني في خجل من عندي انا كمان، ان فمش انا مش قادره تعمليه. نعم فمش قادره تعمليه. مظبوط. لا فانا مش عارفه هل هو ده الفكره اللي انا واخداها دي صح او لا. يعني انا ابني كنت بذاكر له التقاطر في الانسان والعضو الذكري والانثي، انا كنت ببقى خجلانه واقعد اساله فهل ده عيب فيا انا بقى؟ وتتعاملي معاه ازاي؟ حضرتك تحب تسال اسئله تاني ولا
طيب يعني حضرتك عايزه تشوفي، يعني عايزه تشوفي اتعامل ازاي مع الموقف اللي حضرتك لسه قايلاه؟ انا خلاص انا تفكيري طيب. او حياتي بان انا ما ينفعش اتكلم، فهل ده صح او ده غلط؟ طيب. ممكن بقى اعرفه بحيث مثلا يعني انتوا هتكونوا دارسين الموضوع ده اكتر. طيب مني. طيب خليكي معانا دلوقتي عشان هنرد على سؤالك، ف يعني اسمعينا دلوقتي. نرد؟ نرد. في طريقتين دايما لانك تساعد حد او تتساعد، يعني ان انا اقول لك حاجات تكنيكال، حاجات عمليه تتعمل في سن كذا تعمل كذا، في سن كذا تعمل كذا، طبعا دي قيمه جدا. والبعد الثاني هو ان انا اكلمك بطريقه اعمق شويه. فلو السؤال هو اكلمهم ولا لا؟ طبعا كلميه. هي سؤال، هي بتقول انا مش عارفة اكلمهم وخجلانه. يعني احنا عايزين نقولها الاول ان هو المفروض انها تكون بتكلمهم، لان هي كانت بتقول انا مش يعني زي برضه عندها الحلو سؤال. الحلو والصح والصحي ان احنا نكون بنتكلم مع اولادنا عن المنطقه دي. ليه؟ لان انا باباهم ومامتهم، واحنا زي ما بنعلمهم الحاجات التانية بتاعت الحياه عايزين نعلمهم دي كمان. مش عايزين الشارع يعلمها لهم او ناس كده غراب هم اللي يعلموها لهم. فانا عايز اعلمه انا، بس السؤال بقى هعلمه ايه وازاي الطريقه اللي لو انا حفظتني عليك. من كتاب او من سايت على الانترنت يقول لك وات تو سي اند وات نوت تو سي لعيالك في الجنس، مش ده اللي انا هعلمه لهم. انت هتبقى هتحفظ لي ست حاجات تقولها لي؟ ده عندهم 14 و16 دول يجيبوها يعني يلقطوها من غير ما هي تتكلم، فاهم قصدي؟ فمش هينفع تقول لهم الموضوع طبعا هايل ايجابي هو مش ضد الله، ما ينفعش تقول كده. فمش حلنا احنا نحفظها او نقول للناس يقولوا ايه بالظبط. هو المهم هي قالت، هو المهم اللي جواها. طب هي بتتكسف مش وحش قوي عادي يعني. طب انا بتكسف، انا كل مره باجي اقول الحكايه دي انا بشد حيلي في البرامج انا بقى محرج. فما فيش مشكله ان انا محرج، بس مع اني محرج لكن عايز اتكلم في الموضوع. عايز اتكلم فيه ازاي؟ عايز اقول ان انا ما عنديش مشكله، انا بحب الجنس، عايز اقول ان انا ان الجنس ده حاجه حلوه، عايز اساعدهم ان هم يفهموا الجنس كجنس كفعل، وان هم يفهموا ان ده حاجه حلوه. الهدف خوف بقى رهيب من الجمله دي، يعني هي حتى عبرت عنه الانحراف. لا انا بفتحها يعني ايوه الانحراف. لا ده مش بس كده، بس انا عايز اقول لك ان الكتب الكويسه اللي بتتكلم عن التوعيه الجنسيه للاطفال يقول لك لازم توصل له ان الجنس الهدف منه مش الخلفه. يا انه الهدف منه ان ده جزء من حبنا لبعض، استمتعنا ببعض كاتنين بيحبوا بعض متجوزين، مش انه الهدف منه الخلفه. طب انا اقول لهم الكلام ده ليه؟ عشان انت لو انت مش بتقوله يا ساذج، هما بيعرفوه برضو بس بيعرفوه بطريقه مش نظيفه. ليه انا ليه الحاجات الغلط هي ليه الجنس يروح للشيطان؟ يعني فاهمه ليه الجنس يروح للظلمه؟ يعني ليه؟ طب انا عامل كده في نفسي ليه؟ طب ما احنا نعيش، احنا ده ربنا اللي عمله، ده تبعنا احنا، ده تبع ربنا. فالعكس انا من حقي اعبر عنه. فهي محتاجه ايه؟ انا بشجعك انه اسألي نفسك انت ايه علاقتك بالجنس، اخبري علاقتك الجنسية بجوزك ايه. وكل ما تكون انت رأيك ان الجنس ده حاجة كويسة وبتتكلمي كمان مع جوزك في علاقتكو، اوتوماتيكلي حتى من غير نصايح صغيرة عن تقولي ايه للولاد، هتبقي مفتوحة اكتر واهدى بخصوص الامر ده. الولاد طبعا ولادها في السن ده عارفين كل حاجة، مش ناقصهم اي معلومات، هما ناقصهم ايه؟ اتجاه. اتجاه اللي هو الاحساس. الاتجاه هو ناقصهم يحسوا الموضوع مش محرم، مش ناقصهم انفورميشن، مش معلومات. في سن صغير قوي ناقصهم معلومات. ناخد تليفون. الو 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 مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. انا هايدي معاكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو الموضوع النهارده حقيقي يعني المواضيع اللي بتهمني قوي، نتيجه انا عندي برضو اطفال، و بقول انه مهم ان احنا نتكلم عن الامور الجنسيه لاولادنا، لان ساعات نفتكر ان احنا لما نحوط عليهم يمين وشمال ومش هنتكلم ومش هنقول ان هم مش هيسمع. فالدنيا اوسع من الاب والام، الدنيا فيها زوايا في المدرسه، فيها انه لو ما سمعوش مني هيسمعوا من صحابهم اللي في المدرسه، ما سمعوش مني. زمان كنا بيسمونا جيل التلفزيون، دلوقتي بيسموه جيل الانترنت، يعني ممكن يفتح ويشوف ويعرف. فمش لازم انا اكون بحافظ على اولادي من خلال انه ما يتكلموش ما نقولش، لحسن لو عرفوا يفكروا بطريقه اكتر، يعرفوا حاجات مش المفروض يعرفوها. فانا اتوقع ان لو ابني او بنتي يعرفوا مني انا الامور دي افضل ما يعرفوها من بره. هي الفكره انا بختار سن كام سنه، يعني انا ابني مثلا سنه
4 سنين، يبقى انا هتكلم معاه بطريقه مختلفه عن لو ابني بقى عنده 10 سنين 11 سنه. يمكن انت بتعملي كده يا هايدي؟ يعني انت عندي ابني 13 سنه وعندي بنتي 10 سنين. طيب ابنك 13 سنه، انا عايزه اقول حاجه، انا لقيت صعوبه في الاول اني اعمل كده. يعني كان صعب قوي انه انا مثلا لو ابني سالني سؤال ارد عليه بسهوله. هو انا فعلا انا حاسه فعلا بصعوبه، لانه كان حتى كنا بنقول في الحلقه نفسها المسجله يعني انه في صعوبه شويه ان الام تكلم ابنها المراهق عن الجنس. انا مش عارفه انت عرفتي تعملي كده ازاي؟ لانه اتعلمت اني اكلمه من قبل كده. هو والده موجود؟ والده بيتكلم معاه شويه، لكن كنت حابه قوي انه ابني يكون منفتح على بابا وماما مش على بابا بس. انا مستصعباها مش عارفه ليه. هو بيقول ان دي احسن حاجه. هي احسن حاجه، بس يعني عايزه اقول ان هي مش سهله يعني. لا مش سهله خالص خالص، ولازم يكون في حوار. وانا وهو صغير يعني، انا ابني دلوقتي 13 سنه، بس كان قبل كده من عمر 9 سنين بنحاول نتكلم. فعايزه اقول حاجه في الحته دي، مش كل الامور بيقولها لي انا، لانه في بابا كمان بيتكلم معاه بامور اعمق شويه. بس انا عشان مثلا يجي يسالني انا لو هحب بنت ممكن اعمل معاها ايه، انا لو كذا هعمل ايه، يعني حاجات اللي هي بتبقى بسيطه. لكن بنتي يمكن ابتدت تسالني على مثلا تفاصيل شويه، الدوره الشهريه ايه الاخبار. نشكرك جدا يا هايدي، تسمع. ميرسي قوي يا هايدي، شكرا. شكرا. انا عايز اقول كام حاجه. دايما بقعد اتخيل الناس وهي بتتفرج على برنامج زي ده او برامج يعني شبيهه بيفكروا في ايه. اعتقد في ناس بيبقوا حاسين انه كل اللي بيتقال ده غلط، مفروض من بابه لا يسمح بالكلام ده، مفروض من بابه ان ابني يبقى ما بيعملش الحاجات دي. او يعني ايه مثلا، هي قالت هايدي قالت البنت دي معجب بيها ولا بحبها اعمل ايه حاجات كده. اهو في حد يقول ايه اللي عنده كام سنه هيتجوزها، عنده 12. فيعني عايز اقول للناس اللي هي قافله كل الابواب دي، ان كل الحاجات اللي انت رافضها موجوده شغاله عادي. انت بس لما انت رفضتها في ولادك مش حصل لهم حاجه، مش هيعملوا حاجه. كل اللي انت عمال تقول انه ما ينفعش يكون موجود في حياتك وفي حياه عيلتك، هو موجود، انت بس مش بتتعامل معاه، حاطط راسك في الرمله. يعني كنا بنقول حاجه فاكره، اللي هي كنا بنقول انه برضو كرد فعل تاني للبرامج، انه الناس تبتدي تاخد تتعامل مع المعلومات مع انه بالزبط. ايه انه بركه جديده اتعلمناها او حاجه. في 26 موضوع جداد يمسكوا كانه حاجه هيعلقوها على الشجره بتاعتهم، اللي هي ازاي الحياه تبقى ناجحه. فاحدى الحاجات اللي اتعلموها جديده برضو ناحيه الاطفال انه بيبتدوا يحذروهم من موضوع الجنس. لو هي وصلت لكده يبقى ده فشل، لان ما كانش ده الهدف. الحاجه عشان تبقى حقيقيه ما ينفعش تستلمها مني وتعلقها على حاجه على حد. طب قول لي تاخدها يعني وتاكلها. بمعنى تدخلها جواك. احنا بنتكلم عن الجنس، بنتكلم عن اساءات الجنس، بنتكلم عن حاجات مشينه وناس كتير عماله تتكلم فيها ليه. لان في احتياج انك انت الكلام الغريب ده خليه يخش جواك، خليه يشوف انت حصل لك ايه. انا محتاج افكر، هو انا عندي مشكله في حته الجنس؟ هو انا اتاذيت؟ لا، محدش مد ايده عليا. ممكن ما كنتش اتاذيت زي كليب، ممكن اكون اتاذيت بطريقه تانية. ليه انا شكلي الجنسي كده؟ ليه انا علاقتي الجنسيه مثلا بمراتي بسيطه جدا وطول الوقت بتفرج على حاجات جنسيه؟ ليه انا وصلت للشكل ده؟ هو انا اتاذيت بطريقه معينه؟ انا تعرضت لحاجه اذتني؟ فطول ما هو شكل محدد قوي اللي انا مديله اسم اساءه جنسيه او غيره، ومش بدخله جوايا وباخده زي ما هو كده واقول هبقى اعمله كده، يبقى احنا ما عملناش حاجه. لانه ما غيرنيش. وكل الناس هتسال، لو فضلوا يسالوا نقول ايه؟ طبعا نقول ايه مهم. بس لو وقفت عند كده الولاد مش هيفرق معاهم انت قلت لهم ايه. طب ما تديهم ورقه في السكاب فيها 6 نقط اللي المفروض يعرفوها في السن ده. ما هم بياخدوه في المدارس من زمان ولا بالظبط. يعني احنا بناخد كل المدارس من 600 سنه بياخدوا الحته الجنس دي، اللي هم كانوا ساعات يفصلوا الولاد عن البنات ماشي ويدوها لنا في الحصه، والنتيجه ايه؟ احنا ما خدناش حاجه خالص الحقيقه. لو جينا لحضرتك بتقول ناخد الكلام وناكله او يخش جوانا او يغيرنا، يعني لو قلبنا الكلام ده عملي، يعني لو في حد مثلا بيسمعنا دلوقتي ابتدى يكتشف اولا ان هو تعرض لإساءة، او ان هو الجنس تشوه، يعني مثلا شاف حد من سن صغير ابتدى يشوف افلام مثلا اباحية على الانترنت او في التلفزيون، بقى بشكل او باخر هو عنده حتة الجنس دي اتأذت مش مظبوطة
وهو بيستخدمه بطريقه غلط، لو راجل مثلا كبير او سيده مثلا مش بتحب الجنس في الجواز او اي حاجه، في مشكله حصلت في الحته دي وهي عايزه تستفاد بالكلام ده وعايزه تبتدي تشوف الموضوع ده وتشتغل عليه، نبتدي ازاي؟ هي البدايه دايما هو انك انت تلمس الحاجه او تشوفها، يعني هي اي بدايه لاي شيء انك تشوفه اصلا. فانا اول حاجه كده انا محتاج ان انا اشوف، ان انا ما اقولش اه الموضوع ده يوه، لا اصبر اصبر. في مواضيع كتيره قوي، اصل انت لو انا ولا حاجه دخلت، انا هرد عليك تقولي بس اقول حاجه الجمله قبلها، لو انا ولا موضوع دخل جوايا قوي وانا طلعت مش مأذي خالص، ده معناها ان انا بعيد عن نفسي خالص، وده معناها ان انا ازاي هحس حتى ان ربنا بيحبني قوي؟ ما انا عايش بره، مفيش حاجه بتخش لي جوه، انا زي ما اكون يظهر اتأذيت زياده، يظهر لدرجه انا حصل لي بلوك، اتقفلت خالص. فكل المواضيع بالنسبه لي ذهنيه او عبيطه، يعني يا سفسطه يا منطق بقى ونظريات. فاول حاجه خالص عشان انا استفيد هو ان انا عايز اقول، هو انا اصلا لو احنا بنتكلم على الجنس، احنا بنتكلم على الجنس، طب انا الجنس في حياتي ازاي؟ انا اصلا الجنس عندي، بصي بقى الحاجه اللي بتخلينا اغلبيه الناس عندهم مشكله، انا الجنس عندي في اضيق الحدود، ولو عليا مش عايز اكلم عيالي فيه خالص، وخاف ان ما حد يعتدي عليهم. ده انت هايله، استفدتي فعلا خالص، ده معناه ان انا مأذي قوي. طيب نكمل كلامنا، ناخد معلش التليفون الاول. الو الو. ايوه اتفضل. انا كنت عايز اتكلم بمناسبه الكلام اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه دلوقتي، عن ان كان المفروض ابائنا يكلمونا في الامور الجنسيه واحنا اطفال. بمناسبه الكلام ده، يعني الكلام ده كان المفروض فعلا كان هو يحصل، لان انا اتاثرت كتير قوي بالموضوع ده. اصدقائي طبعا اتكلموا بالكلام ده بالصوره ما كانتش صحيحه خالص، والنتيجه في كده وقعنا في خط من النجاسه، خط من الشر، خط من الامور الجنسيه فهمناها بصوره خطا جدا جدا جدا. لما كبرنا وفهمنا حسينا فعلا بان كان المفروض ابائنا يكلمونا في الموضوع ده.